والله والله خزان ديال السمارة تفجر فيه 250 طن تفجر. والله تفجر يامس تحطم كاع نهاية، راهم واحدين فرسهم يطيرهم. السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخذيركم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم، مخيمات تيدوف اليوم في أسوأ حالاتها منذ تشييد المخيمات 1974. مخيمات تيدوف اليوم كتمر من أسوأ الفترات منذ إنشاء المخيمات. اليوم ساكنة المخيمات تندوف كيعيشوا في واحد الأزمة خانقة لم يسبق لها مثيل في مخيمات تندوف منذ تشييد هذه المخيمات. منذ الأمس والنار غادية في سوق مخيم سمارة، هذا السوق اللي كان زاره الرويدي الكليب ودخلوا كنحس قبل 4 أيام من الآن. وكشفتوا الفيديوهات، الرويدي الكليب مشى توجه لهذا السوق واستجوب بعض التجار اللي جايين من التندوف. وهنا من نتكلم لكم على التندوف، فراني قاصد التندوف المدينة اللي سكنوها التندوفيين أصل واللي حاملين الجنسية الجزائرية فقط، عندهم متاجر وهم تجار في هذا المخيم اللي ينقال له مخيم اللاجئين، مخيم السمارة بالضبط. عندهم متاجرهم في مخيم السمارة وكيسكنوا وكيستقروا في تندوف المدينة وحاملين الجنسية الجزائرية، وكانوا استجوابهم وقدموا نفوسهم على أساس أنهم صحراويين والمغرب محتلهم وكانوا في الصحراء الغربية وجاهم المغرب وغزاهم وكذا. الكذب، مستغلين اللهجة الحسينية ولكن هم تندوفيين. عموما الرويد كلي دخل كنحس على هذا السوق، دخل ليه من مرق منه قدات فيه النار، وراهو من يامس ومازال النار مشتدة في هذا المخيم. والمصيبة الكحلة، قبل اشتعال النار في مخيم السمارة كان تفجر واحد الخزان للمياه، خزان الوحيد في مخيم التندوف اللي كيخزن المياه الصالحة للشرب وكذلك المياه المستعملة، تفجر. وكان في واحد القدر كبير من المياه كلها اليوم ضاعت. واليوم ساكنة مخيم التندوف والأغلبية ساكنة مخيم السمارة كيعيش في واحد الأزمة خانقة في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب وكذلك المياه باش لربما يطفو بهذه النار اللي قادية في مخيم السمارة. احنا اليوم مقبلين على الصيف، احنا اليوم في شهر 5 وتقريبا بدات كتشد الحرارة، ومن تكلموا على الحرارة في الحمادة كتوصل اكثر من 52 حتى 54 درجة مئوية في مخيمات تيندو. ومع انعدام المياه الناس كتموت بالعطش، وراها الرويد كليب كان استجوب احد المحتجزات في مخيم سمارة وقالت له سابق تكلموا لنا على الاستقلال، تكلموا لنا جيبوا لنا الماء نشربوا نعيشوا على الاقل في البداية، سابق نتكلموا احنا على الاستقلال جيبوا لنا الماء راهنا كنموتوا بالعطش. احنا الاخوان كنتكلموا على اكثر من 50 درجة مئوية في الحمادة، وما ادراكم الحمادة. السؤال المطروح، هل القياديين ومسؤولين البوليزاريو وعائلاتهم وأسرهم كيعيشوا في مخيمة تندوف؟ ما كيعيشوش في مخيمة تندوف، بالأخص في الصيف عائلاتهم كاملين كيتوجهوا لأوروبا، إسبانيا وفرنسا بلجيكا، وكيعيشوا بخير وعلى خير، وعدد كبير منهم مستقر في أوروبا، بينما المحتجزين يموتوا بالعطش ويعيشوا فقط على المساعدات الغذائية المنتهية الصلاحية. عموما مخيم السمارة في أسوأ فترات منذ تشييده، انعدام الماء،
انفجار خزان الماء، النار قادية في سوق مخيم سمارة. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما كان زين عندي نفس لكم يا غير شوفوا حريق عادلوا ساعة عادلوا ساعة في ولاية السمارة في العاصمة الساحلية. بعد اللي ما تقبلنا السلطات ما قد ترسل كوبا ولا قد ترسل كبير ولا قد ترسل شيء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هاو لا يدعي لهم حد مولانا، لا يدعي لهم حد مولانا يا بي. والله اللي باقي فينا، والله الذي اللي واقع لا إله إلا الله، والله الا داعي لهم الا مولانا. ما عندهم ساكنه اطفال، هذا رايك ما يطفوس طول المولى يسوي عود 20 راجل باش لا تطفي، ومنين هو قاعد يرمى. الله داعي لهم الا مولانا، الا مولانا ان شاء الله يحفظهم. لا اله الا الله مساكين. Thank you.